Mega goal 1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. How are you dear student? I hope you fine. Our lesson for today, unit 4, the art of advertising, 3 grammar, page number 56 and 57. This lesson you are going to, أهداف الدرس. 1. When you use the passive, متى نستخدم المبني للمجهول. 2. Comparatives and superlatives forms, صيغة المقارنة والمفاضلة. 3. Contrast two things using as-as, عرض شيئين متشابهين باستخدام as فراغ as. 4. Use the verbs look, smell, sound, taste with like plus nouns, استخدام الأفعال الحسية وهي النظر أو انظر والشم والاستماع والتذوق مع لايك زائد الاسم. Okay dear student, would you please open your book page number 56 and 57. The passive, المبني للمجهول. Use the passive to emphasize what was done instead of who did it. نستخدم صيغة المبني للمجهول عندما نريد التركيز على الشخص أو الشيء الذي يقع عليه الفعل وليس من يقوم بالفعل. The passive is formed by combining a form of the verb to be with the past participle. تكون صياغة المبني للمجهول كالتالي: الفعل المساعد في زمن الجملة زائد الفعل الرئيسي في التصريف الثالث. A phrase with the prepositions by can follow the passive verb to indicate the door of the action. نستخدم حرف الجر by عندما نذكر من قام بفعل هذا العمل. Okay dear student, now we'll see the tenses in the passive. سنرى هذه الأزمنة كيف ستستخدم في المبني للمجهول. القاعدة تكون واحدة لهذه الجميع أو لهذه الأزمنة وهي: الفعل المساعد verb to be في زمن الجملة سواء كان فعل المضارع البسيط أو الفعل الماضي البسيط، المضارع التام والمستقبل، نضع الفعل المساعد زائد التصريف الثالث للفعل. ونرى الآن كل زمن على حدة ما هي القاعدة الخاصة والصيغة الخاصة به. في المضارع simple present تكون الصيغة كالتالي: object المفعول به زائد الفعل المساعد am is are، وكما نعلم لكل هذه الأفعال ضمائر مختصة. am تأتي مع ضمير I، is he she it ضمائر المفرد، are ضمائر الجمع you we they، plus verb past participle الفعل في التصريف الثالث زائد باقي الجملة. كما نرى في المثال: This car is made in Japan. نلاحظ هنا الفعل المساعد، استخدم الفعل المساعد في زمن الفعل المضارع وقام بتحويل الفعل إلى التصريف الثالث. نرى صيغة الفعل الماضي simple past object plus was aware plus verb participle past participle المفعول به زائد الفعل was aware الفعل المساعد زائد الفعل في التصريف الثالث. كما نرى في المثال: The sweet case was developed in the Netherlands. was الفعل المساعد developed الفعل في التصريف الثالث. نرى صيغة present perfect المضارع التام object المفعول به plus have or has زائد الفعل have or has الفعل المساعد زائد been زائد الفعل في التصريف الثالث past participle زائد باقي الجملة. ونرى في المثال: Our products have been used by travelers all over the world. ونرى الفعل هنا مساعد have بإضافة been زائد التصريف الثالث للفعل. أما في المستقبل تكون الصيغة كالتالي: المفعول به object
زائد صيغة المستقبل will أو صيغة be going to زائد الفعل المساعد be زائد الفعل في التصريف الثالث كما نرى في المثال A clean engine will be produced in the future نلاحظ هنا استخدام صيغة المستقبل will زائد الفعل المساعد زائد باقي الجملة أو زائد التصريف الثالث للفعل زائد باقي الجملة Comparatives and superlatives صيغة المقارنة وصيغة التفضيل مقارنة التفضيل نستخدمها عند مقارنة عناصر تحمل نفس الصفة ولكن بنسب متفاوتة نرى في المثال الأول الأدجكتيف وهو الصفة بصيغتها الأساسية The hydrogen car is clean المثال الثاني The bag is expensive ننظر للقسم الآخر Comparative form صيغة المقارنة It is cleaner than more other models It is more expensive than others هذه بصيغة المقارنة استخدم هنا صيغة المقارنة بإضافة ER واستخدم هنا في الصيغة expensive أضاف إليها كلمة more لأنها كلمة أو صيغة تحتوي على عدة مقاطع صوتية كما نرى الآن في التفصيل إذا كانت الصفة مؤلفة من مقطع صوتي واحد فإننا نضيف ER في المقارنة ونضيف EST في التفضيل كما نرى الآن صيغة التفضيل superlative forms it is the cleanest car of all وأضاف EST آخر الصفة أما إذا كانت كما نرى في المثال تول تحولت إلى تولر بإضافة ER في التفضيل أضفنا EST the tallest في حالة كانت الصفة مؤلفة من أكثر من مقطع صوتي فلا نستخدم قبلها كلمة more في المقارنة في صيغة الكومباريتيف وكلمة the most في التفضيل كما نلاحظ الأمثلة الآن the most beautiful more beautiful من الصفة beautiful the most expensive more expensive من الصفة expensive كما نرى عندنا في الأمثلة it is more expensive than others it is the most expensive bag as use as to show two items are the same in some way استخدم صيغة as للمقارنة بين شيئين أو شخصين لهما نفس الصفة أو يوجد شيء مشترك بينهما كما نرى في المثال the special sweet case is an expensive as a car use not as to show that two items are not the same in some way نستخدم صيغة as not as لإظهار أن هذين العنصرين ليسا متماثلين بطريقة ما كما نرى في المثال the fold up bicycle is not as bulky as regular bicycle فهنا نفى التماثل أو التشابه بين هذين الشيئين verbs look smell sound taste with like plus noun استخدام الأفعال الحسية وهي النظر والشم والاستماع والتذوق مع like زائد الاسم تستخدم هذه أو بعض هذه الأفعال الحسية بهذه الطريقة like زائد الاسم كما نرى في الأمثلة the new compact car looks like a bug that sounds like a good idea ونلاحظ أن هذه الأفعال خاصة بالحواس Okay, dear student, now we will check these questions A. Change the sentences from the active voice to the passive voice قم بتحويل هذه الجمل من صيغة المبني للمعلوم إلى صيغة المبني للمجهول Okay, dear student, now we will see the answer B. Complete the paragraph with the passive form of the verbs in parentheses. Use the correct tense. أكمل الفراغات في المقطع التالي باستخدام المبني للمجهول.
استخدم الأفعال الموجودة بين القوسين واكتبها بشكل صحيح. Can the student receive the answer? Complete the ads with comparative or superlative forms of the adjectives. أكمل الفراغات التالية في هذه الإعلانات التجارية باستخدام صيغة المقارنة أو صيغة التفضيل. Okay, now we'll see the answer. D. In your opinion, which is the best ad in exercise C? Compare your ideas with the partner. في رأيك أي إعلان من الإعلانات السابقة في السؤال C تعتبر أفضل إعلان؟ قم بمقارنة إجابتك مع إجابة زميلك في الفصل. E. Use the correct verb, look, smell, sound, or taste. استخدم الفعل الصحيح في الفراغات التالية. Okay, now we'll see the answer. Okay, dear student, this section at workbook, which I read for lesson today. Would you please answer first, then check the correct answer. هذا هو القسم الخاص في كتاب النشاط لدرسنا اليوم. في البداية قم بكتابة الأسئلة والإجابات بنفسك، ثم اذهب إلى الشرائح التالية لتصحيح الإجابات. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله بالصلاة والتسليم. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ومشاركة المقطع بين زملائك لتعم الفائدة.